ولنقاش ملف الاغتيالات وتصفية بين شركاء العملية السياسية، والتي كان آخرها ما تعرض له مكتب نائب رئيس البرلمان الجديد في كركوك واتهام الصدر للإطار التنسيقي بتنفيذه. ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي دكتور هلال الدليمي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا دكتور. في إطار تصاعد وتيرة التفجيرات في العراق في الفترة الماضية على خلفية صراع الميليشيات على المناصب، كيف يمكن قراءة استهداف مكتب نائب رئيس البرلمان في كركوك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان للعراق وللشعب العراقي، وأن نجينا الله سبحانه وتعالى من هذا الصراع الذي يستهدف بالأساس العراق والشعب العراقي ابتداء. نحن نعلم تماما أن العملية السياسية هي عملية مركبة من التحالفات التي أقرت الولايات المتحدة الأمريكية وأسستها للعراق لإضعاف العراق ووصل إلى هذا الحال بمباركة إيرانية. الآن الصراع الدائر ما بين شركاء العملية السياسية هو الصراع لم يكن خفيا ولم يكن حديثا حقيقة، وإنما هو تشكل مع تشكيل الحكومة. اتفقت المصالح الإيرانية والأمريكية والأمور تسير وفق ما يفتيه الطرفان، وهذا ما سار عليه العراق من السرقات والنهب المال العام وتخريب الاقتصاد وتخريب بكل مقومات الاقتصادية منها النفط ومنها الزراعة والصناعة وما إلى ذلك. الجانب الأهم في هذه العملية السياسية وما آلت إليه وأوصلت العراق إلى هذه الصراع هو تقويض معنى الحقيقي للدولة العراقية، أي أن هناك دولة داخل الدولة، وهذه الدولة تحمل أسلحة وتم تسليحها من قبل الأطراف حكومية معروفة محسوبة على إيران وولائها المطلق لإيران، وكذلك مباركة الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الميليشيات تحت مسميات عديدة تم درجها ضمن محاربة الإرهاب، ولا هذا الإرهاب المقدس الذي يستهدف الشعب العراقي ولا إرهاب، وإنما هذا إرهاب مطلوب للقضاء على كل أمل للعراقيين من الخلاص من هذه الطغمة الفاسدة. الآن الله سبحانه وتعالى وصف هذا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الآن أصبحت العملية ما بين الطرفين كان شركاء في الأمس في قتل المواطن العراقي، يعني لا نساند أي أحد الأطراف العملية السياسية الحالية، ونعرف نحن منذ البداية هذه العملية السياسية هي عملية أوصلت العراق إلى طريق مسدود، ولكن الآن الأطراف الموالية لإيران تحمل السلاح وتسيطر على المشهد السياسي والعسكري في العراق، والتي استعرضت أكثر من مرة ضد هيبة الدولة العراقية وضد ما يسمى الجيش وضد القوات الأمنية، وتركوا هكذا. هؤلاء أصبحوا الآن هم يسيطرون على المشهد السياسي وينفذون ما يريدون. الهجمات التي تستهدف كل أعدائهم هذا وارد، لأن المواطن العراقي كان فريسة لهذا في هذا السياق دكتور. أصبحت نبقى نتحدث في نفس السياق، كان هنالك رد من قبل مقتدى الصدر عن الأحداث الأخيرة، وهذا الرد وقبيل تحقيقات اتهم فيه الإطار التنسيقي بتنفيذ عملية الهجوم على مكتب نائب رئيس البرلمان. كيف يمكن تفسير هذا الاتهام الصادر من قبل مقتدى الصدر؟ الداخلين في العملية السياسية يعرفون بعضهم البعض، فعندما يصف أي جزء بهم الطرف الآخر بأنه وراء هذه العملية هو لديه معلومات، وهذه المعلومات مؤكدة ودقيقة، لأن الطرف المستهدف هو الطرف الذي المناوئ للغريم السياسي في العملية السياسية. الأطراف الموالية لإيران تلعب بطريقة واضحة جدا، أما يكون القرار لها أو تبدأ بعمليات التخريب والتفجيرات وما ذلك. وهذا يفسر حقيقة أن كل الذي كان يجري بالعراق تحت مسميات الإرهاب هو عمل إيراني مدبر من الأطراف الولائية لإيران وأطراف العملية السياسية لولائهم المطلق لإيران. الآن الطرف الآخر التيار الصليبي ليس بعيدا عن إيران، ولكن اختلف مع الإطار التنسيقي على مصالح إيران الأولى اللي هي جعل الميليشيات لها اليد الطولة، وربما اختلفوا على المصالح ليست على المبادئ، لأنه الطرفين هم كانوا ولاءهم لإيران،
ولكن اختلفوا على المكاسب الحكوميه والسلطه ومن يقوم من يستلم الحكومه. وتعرفين هذا الملف ملف اصبح لا يهم المواطن العراقي بالدرجه الاساس من ناحيه النتائج، النتائج محسومه لصالح هؤلاء فقط. ماذا كسب الشعب العراقي من الحكومات المتعاقبه بكل مسمياتها منذ الاحتلال 2003 ولحد الان، غير الدمار وغير انه البطاله والى اخره، لكن بالنتيجه المواطن العراقي هو يدفع ايضا ضريبه هذا الصراع الذي سينال الشعب العراقي بشكل او باخر. الامور تسير باتجاه سيء، ونحن قلنا منذ اكثر من لقاء ان الذين يسوسون العمليه السياسيه في العراق يريدون اما السيطره على كل شيء او تدمير كل شيء، وهذا هو المآل الذي حذرنا منه طويلا. دكتور، واعتقد انه تحرير الصدر بهذا الاساس هو بدايه غير حقيقه، بدايه تشير الى انه الصراع المسلح سوف يكون هو الخيار الذي سيتجه له الكل في المراحل الايام القادمه، وهذا ما لا نتمناه. دكتور، إلى أي مدى تشكل الميليشيات التابعة للأحزاب خطرا على المشهد السياسي العراقي، لأنها تحسم كل الأمور بالسلاح أو الاغتيال أو الاختطاف؟ هذا هو الحقيقة، السيطرة المطلقة للميليشيات أصبحت واقع حال. كل الأحزاب لديها ميليشيات مسلحة ما عدا الاطراف المستضعفه في العمليه السياسيه والتي دخلت ككومباس في هذه العمليه السياسيه، المعروف اللي لا يسمح لهم ان تكون لهم ميليشيات. يعني نتكلم ببساطه شديده، كل الاحزاب اللي اتت من ايران والجهات المحسوبه على ايران لديها ميليشيات مسلحه، ما عدا الاطراف السنيه واللي هي الحركه الاضعف في هذه العمليه، وبالتالي اصبحت الميليشيات المواليه لايران هي التي تسيطر على المشهد العراقي، وهي التي تفرض الاتاوات والاختطافات وتفرض ما تريد بقوه السلاح. انا قلت انه عندما تكون هناك دوله بجيش وقوات امنيه ومخابرات والى اخره، وهناك فئات مسلحه تقوم باستعراض عسكري داخل المدن العراقية سواء كان في بغداد أو في خارجها خارج إطار الدولة، هذا يعني لن الدولة أنها تحدد سلطة الدولة، وبالتالي عندما لم يتم إيقافهم ولم يتم محاسبة هؤلاء الذين يستخدمون السلاح لفرض إرادتهم السياسية أو إرادتهم أو الأجندة التي مكلفين بها من الخارج على الشعب العراقي، أعتقد هنا أصبحت واضح أنه من يسيطر على المشهد ومن بيده السلاح المدعوم خارجيا والمدعوم بشكل واضح من ايران، والاطار التنسيق يعمل تحت امره ايران، وايران اما تكون هي لاعب اساسي مسيطر على كل مفاصل العمليه السياسيه في العراق او تدمر العراق، هي بحالتين تسعى للتدمير، ولكن التدمير عندما يكون بيدها وبيد من توليهم على هذا العمليه يفرق عن اناس ربما يكونون بعيدين عن السيطره الايرانيه بشكل مباشر. شكرا جزيلا لكم دكتور هلال الدليمي، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.